iOS Apple للمكفوفين. iOS Apple share subscribe like. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في هذا الشرح الجديد مع قناة iOS Apple للمكهوفين. معكم أحمد المصري، واليوم إن شاء الله رح نشرح لكم تطبيق أوبر، التطبيق المخصص لطلب السيارات للتنقل من مكان إلى مكان. مباشرة رح ننتقل مع بعض إلى التطبيق لكي نبدأ الشرح. App Switcher Audio Uber Active. ملاحظة بحب أحكيها، إنه الشرح يتم حاليا على تطبيق أوبر في الأردن. قد تختلف بعض الإعدادات وبعض الأسعار وبعض فئات السيارات من مكان إلى مكان. طيب، حنشوف أول إشي عندنا بالبرنامج القائمة. عندنا القائمة، وهنا رح نلاقي معلومات الحساب والإعدادات والمحفظة الرسائل اللي هي ممكن تكون موجودة بيني أنا وشركة أوبر في حالة أنه صارت مراسلات بيننا. انتقالا للعنصر التالي، المشاوير. هنا طبعا رح يطلع لي كل الرحلات أو المشاوير اللي أنا طلعتها من لما بلشت أستخدم التطبيق. مشاويري بساعة. مشاوير بالساعة، طبعا هاي مشاوير أنت بتقدر تستأجر سيارة أو تطلب سيارة، بتصير الحساب بالساعات، يعني مش من مكان لمكان، يصير عندك الحساب بالساعة. تكون مثلا انت عارف انه انت طالع مشوار مدة ساعتين، فبتطلب انت سيارة وبكون حسابك بالساعة لو كان لك عدة مشاوير. عندنا الخيار التالي، الى اين علامة الى اين السؤال. وهذا الى اين، طبعا هذا الخيار اللي هو انا من خلاله بستطيع اني احدد الوجهة اللي انا بدي اروح عليها. خلينا ناخذ مثال عملي، حنضغط هون الوجهة search field. ممتاز، قال لي الوجهة أين على؟ طبعا حيكون من ضمن الوجهات المقترحة الأماكن اللي أنا حفظتها في المفضلة مسبقا، زي موقع الالتقاء بشرط افتح أضف نقاط العمل، العمل الأماكن أضف وممكن الوجهة. المنزل. طيب لو أنا اخترت مثلا العمل تسريعا للوقت، العمل فارماسي العودة، مباشرة فتح معي على شاشة طلب السيارة، وهون هو بعرض لي طبعا الفئات الموجود فيها أو الموجودة في أوبر، الفئات الموجودة في أوبر من سيارات. طبعا عندنا في الأردن أربع فئات موجودة، هي أوبر إكس اللي هي الفئة العادية، أوبر تاكسي اللي هي لو أنا بدي أطلب أوبر تاكسي، وأيضا عندنا أوبر جرين اللي هي السيارات الصديقة للبيئة، والأوبر كونفورت اللي هي السيارات اللي نوعا ما بتكون ذات فئة عالية. طبعا قد تختلف هاي الفئات من دولة لدولة زي ما حكينا، أنا بشرح على تطبيق في الأردن. طيب نستعرض الشاشة اللي طلعت لي لما أنا اخترت العمل، الوجهة العمل، الوجهة عندنا العمل، وقت الوصول المقدر 10 دقائق، موقع الالتقاء المنزل button. بقول لي انه وقت الوصول المقدر للعمل عندي 10 دقائق، يعني انا بدي 10 دقائق لما اوصل هناك. بطبيعة الحال طبعا كل ما كانت الطريق فيها زحمة سير بيختلف هذا التقدير. طبعا بيحكي لي انه نقطة الالتقاء بالسائق هي المنزل، مزبوط انا في المنزل. وحدة التحكم في ارتفاع الورقة نصف الأجرة اعلى قليلا نظرا لزيادة الطلب. هنا أعطاني تحذير، بقول لي الأجرة أعلى قليلا نظرا لزيادة الطلب، وهاي الرسالة بتطلع لما يكون في ضغط على سيارات أوبر في نفس المنطقة اللي أنا فيها. فيبدو أنه هنا عندنا بالمنطقة في عدد طلبات كبير على السيارات، فبالتالي طلعت لهاي الرسالة. طبعا لما نمشي رح يطلع لي الأجرة، selected Uber X ألا جرة الدي 5.000 ألا دي 6.000 طبعا مخفضة من، طبعا هنا أعطاني الأجرة، قال لي selected Uber X، طبعا أنا بدأ من بختار فئة الإكس على الأغلب، وقال لي أنه الأجرة من 5 إلى 6 دنانير. طبعا لما نمشي راح يستعرض لي بقية الفئات والأجرة، مثلا تأكسي الأجرة تاكسي 4.000 وأعطاني الأجرة، الأخضر الأخضر اللي هي green 5.000 أعطاني الأجرة، شائع الأخضر Uber X. طبعا هون بعطيك الأجرة الدي، هون بعطينا الأشياء الشائعة استخدامها، طبعا أعلى استخدام للجرين وبعدين للإكس،
الأخضر وبعدين عندنا الأخضر أوبر أوبر كامف تأكسي الأجرة دي طبعا بعطيني إذا مشيت للآخر بقول لي تأكيد وبعطيني الأجرة كمان مرة عشان أكون متأكد لما أطلب وفي بعد التأكيد أوبر كامفورت الأجرة دي 7.0 هاي عندنا الأوبر كونفورت اللي هي الفئات اللي أعلى طبعا من السيارات الأجرة فيها أعلى بتكون لو ضغطنا على تأكيد رح يتم طلب السيارة ورح يتم التواصل مع أقرب سائق إلي وطبعا رح يصير عندنا نقطة الالتقاء في عند المنزل زي ما هو كان مبين على التطبيق طبعا لما أنا أطلب سيارة حيكون في عندي بالشاشة المسافة اللي بعيد فيها السائق عني ورح يكون في عنا الاتصال بالسائق وطبعا في خيارين للاتصال اللي هم مكالمة مجانية عن طريق نفس تطبيق أوبر وأيضا مكالمة عادية اللي هي عن طريق شبكة الاتصال هنعمل رجوع العودة الوجهة العمل أضف نقاط مسح طبعا في عنا هنعمل رجوع كمان مرة طبعا في عنا خيار كتير حلو رح أحكي عنه حاليا اللي هو لو أنا بدي أضيف أكثر من وجهة مثلا حنروح على إلى أين حدد موقع إلى أين إلى أين الوجهة أضف نقاط توقف متعددة أضف نقاط توقف متعددة هنضغط عليها شاشة البحث عن الموقع هنختار له مثلا المحل الأول يمكنك المنزل يمكنك حيشرح هون طبعا إضافة نقاط توقف يمكنك متعددة. الآن إضافة نقاط توقف متعددة المنزل بطن الوجهة عندنا الوجهة حنضغط عليها الوجهة الموقع سيرش فيلد قلل الموقع خلينا نكتب مثلا ألف ألف لا لا مي مي دال المدرج الروماني را را جي ألف ألف لا را را و مي ألف ها سين سي ها نون يا ونلمس يا. بنص الشاشة الأعلى الجيم المدرج الروماني درعا سوريا المدرج الجنوبي اقترح لي المدرج طيب. الروماني بيت الرأس المدرج الروماني المدرج عمان هاي عمان تمام طيب الآن أنا الآن أنا بدي أضيف النقطة الثانية للتوقف رجوع تم افتح موقع محطة الوجه محطة التوقف اللي هي طبعا رح يكون اسمها محطة البطن يمكن محطة التوقف محطة التوقف حضغط عليها الموقع حكتب مثلا ألا أين علامة الحذف هنكتب مثلا مكان عندنا جبل جيم جي با با لا ألف ألف حسين سي يا يا ميم ميم حت مي مي ها ونختاره ها نون نون مد دائرة الأح جبل الحسين تمام الآن صار عندي نقطتين هدول أنا رح أمر عنهم تمام لما أجي أضيف كمان نقطة ثالثة رح تصير هي آخر مكان أنا رح أنزل فيه خلينا نجرب تمام افتح موقع محطة التوقف محطة التوقف كمان مرة جبل الحسين التخصصي للعلاج أو هون قال لي محطة التوقف الأولى اللي هي جبل الحسين التخصصي للعلاج محطة التوقف اثنين المدرج الروماني الوجهة هاي آخر إشي أنا بقدر أضيفه إن هي وين أنا بدي أنزل حضغط الموقع حنقول له مثلا ألا شي شارع ألف ألف راء عيس ألف ألف راء راء داب دال نون نون مسجد الفرقان مثلا هذا مسجد الفرقان تمام هيك أنا صار عندي ثلاث أماكن مكانين حتوقف فيهم والمكان الثالث اللي هو رح تنتهي وجهتي فيه تمام إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهذا الشرح وطبعا كان معكم أحمد المصري وتحياتي لكم ويعطيكم العافية